ثانيه راسيه من حبيب كافوما تترد من اقدام جدي فيري توصل ابو تريك الهجمه السريعه لحد الشمال على طول احمد سمير فرج لسه فرج مع الكوره العرضيه الحلوه احمد سمير متابع هوبا والهدف الاول الهدف الاول جول 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 لمنتخب مصر السيد حمدي المهاري السيد حمدي الهداف السيد الحمدي هداف كبير قوي هداف منتخب مصر هداف البطوله الهدف الاول في المباراه والهدف الخامس للسيد حمدي في بطوله دوري فاضي مين ودية على طول السيد حمدي استلم كورته من عرضية لعبت ممتازة من احمد سمير فرج وسط حراسة غير عادية من مدافعي منتخب اوغندا والسيد حمدي بيسجل الفرحة الاولى والهدف الاول في المباراة في الدقيقة كام؟ ده في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول هذه العادة مرة ثانية العرضية ما احلاها العرضية ما اجملها بوش القدم حلوة بوش القدم رائعة للاعب الكبير احمد سمير توصل ناحيه احمد عيد اللمسه الاولى لعيد توصل لجده عرضيه جده حلوه والهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني هو 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 النجم هو الهداف هو هداف البطوله هو هداف منتخب مصر هو اللي اسمه السيد حمدي السيد 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 حمدي 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 والهدف الثاني بقدم السيد حمدي في الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني المقدمه دايما حمراء ومنتخب مصر دايما متقدم متفوق منتخب مصر 2 منتخب اوغندا لا شيء والهدفين باقدام الهداف الكبير السيد حمدي هو صاحب الهدفين النهارده هو صاحب 6 اهداف حتى الان في بطوله دوره حوض النيل الوديه 2 لا شيء 2 لا شيء منتخب مصر 2 منتخب اوغندا لا شيء العرضيه ما احلاها ما اجملها بقدم جدا من حلوه وليد سليمان والعرضيه الخطيره القصيره جول جوه الجول الهدف الثالث الهدف الثالث الثلاثيه النهارده في مرمى المنتخب الاوغندي هو جده هو جده قلت لكم مشاهدينا الشوط الثاني هو شوط جده عاوز جده يسجل اهداف نزله في الشوط الثاني الشوط الثاني هو شوط محمد الجده والثلاثيه الثلاثيه للمنتخب المصري عاوز تهزه روح له وجيب له جده وجده جه ونزل في الشوط الثاني عشان يسجل الهدف الثالث النهارده في مرمى المنتخب الاوغندي في الدقيقه 36 من زمن الشوط الثاني العرضيه اتلعبت حلوه قوي والمتابعه الجميله واللمسه الحلوه ادي سليمان والعرضيه بص ولمح الراسيه جميله من حسام غالي والمتابعه على طول ممتاز عربيه هنا في بلد الغاليه هنا في بلد الامن والامان والسلام بكل تاكيد هنا في ام الدنيا مصر ادي في ضربه جزاء في ضربه جزاء في ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح اوغندا ضربة جزاء لصالح المنتخب الاوغندي ادي حسام غالي والحكم وركلة الجزاء لاوغندا على طول يلا يا عبد الواحد عبد الواحد وجود فيري عبد الواحد وفيري وركلة الجزاء جود فيري والهدف 3-1 في هذه المباراة 3-1 المقدمة حمراء وهدف أول لمنتخب أوغندا في الدقيقة